اهلا بيكم احبائي طلاب الصف الثاني الابتدائي. النهارده هيكون معادنا مع درس جديد وقصه جديده من دروس اللغه العربيه، قصه مولودنا الجديد. يلا مع بعض كده نشوف القصه بتاعتنا النهارده بتتكلم عن ايه. مولودنا الجديد. فاجأتني امي بخبر سعيد اننا ننتظر مولودا جديدا. يا امنيه، سعدت كثيرا وجلست اتخيل هل سيكون لي اخت ام اخ. تمنيت أن يكون لي أخت تلعب معي. بدأت أتخيل شكل أختي وأرسمها، فتخيلت أن لها شعرا أسود كثيفا مثل أمي، وبشرتها سمراء مثلي أنا وأبي، وأنفا وفما صغيرتان، ووجها مستديرا مثل جدتي. ذهبت إلى أخي وقلت له لقد رسمت أختي الجديدة. قال لي أخي أريدها بملامح تشبهني أنا. فقلت يا عمر انظر جيدا، ملامحنا متشابهة إلى حد كبير. قصة بتاعتنا النهاردة بتتكلم عن بنت جميلة اسمها أمنية. مامتها قالت لها إن هم منتظرين خبر سعيد إن مامتها هتجيب طفل جديد للعيلة. قعدت أمنية الجميلة تتخيل شكل أخوها الجديد أو أختها، واتمنت إن هي يكون عندها أخت، وابتدت تتخيل ملامح من أختها اللي هي ممكن تكون إيه. رسمت عينيها شبه عينين ماما، وشها شبه عينين بابا، مناخيرها وشكلها شبه مين؟ شبه جدها أو جدتها. فضلت تتخيل كده إن فيها إيه شبه منهم كلهم، وراحت لأخوها الصغير ووريته الرسمة. أخوها كمان زعل شوية كده وقال لها إيه ده، هي ليه ما فيهاش شبه مني؟ قالت له أنا وإنت شبه بعض، وهي شبهي، يبقى إحنا كلنا شبه بعض. ودي القصة بتاعتنا النهاردة. تعالوا مع بعض كده نشوف الكلمات الجديدة اللي وردت علينا وإحنا بنقرأ القصة بتاعتنا. مولود يعني طفل صغير. تمنيت يعني رجوت. كثيفا يعني غزيرا. بشرة يعني جلد. ملامح يعني صفات. متماثلة يعني متشابهة. الكلمة والمضاد: سعيد مضادها حزين، جديد مضادها قديم، بدأت مضادها انتهت، كثيفا مضادها خفيفا، سمراء مضادها بيضاء، متشابهة مضادها مختلفة. المفرد والجمع يعني كلمة بتدل على واحد بس وجمعها أكتر من اتنين. خبر جمعها أخبار. مولود جمعها مواليد. وجه جمعها وجوه. شكل جمعها أشكال. وملمح جمعها ملامح. رسمة جمعها رسومات. تعالوا مع بعض نشوف السؤال والجواب بتاع القصة بتاعتنا، يعني نتناقش مع بعض كده في أحداث القصة بتاعتنا من خلال إن احنا نسأل سؤال ونجاوب عليه نشوف إجابته ممكن تكون إيه. ما الخبر السعيد الذي فاجأت الأم به أمنية؟ إيه الخبر اللي مامة أمنية فاجأتها به؟ الخبر هو أن الأسرة تنتظر مولودا جديدا. ما الخبر السعيد الذي تنتظره الأم؟ الخبر هو أن الأسرة تنتظر مولودا جديدا. ماذا تمنت أمنية؟ صديقتنا أمنية اتمنت إيه؟ تمنت أن يكون المولود الجديد أختا لتلعب معها. ماذا رسمت أمنية؟ رسمت أمنية أختها الجديدة. رسمتها؟ طيب هنشوف رسمتها إزاي. لما يسألني يقول لي إيه؟ يقول لي صف أخت أمنية التي رسمتها. رسمت أختها شكلها إزاي؟ عامل إزاي؟ قالوا لنا بقى إن شكلها شعرها أسود كثيف، وبشرتها سمراء، وأنفا وفما صغيرين، ووجها مستديرا. هي رسمتها بالملامح دي وصفتها بالشكل ده، وقالت ان كل واحد من دول او كل شكل من دول هو شكل حد من افراد العيلة بتاعتها. يعني بشرتها سمراء زيها هي وباباها، انفها وفمها صغيرين زي مين؟ زي جدتها. سؤال رقم 5: ماذا قال عمر عندما رأى رسم اخته؟ لما شاف رسمة امنية اخوها قال لها ايه؟ قال لها قال اريد ملامحها تشبهني، انا عايز الملامح بتاعتها شبهي انا. ماذا قالت أمنية بقى لعمر؟ قالت له إيه؟ قالت له انظر يا عمر
ملامحنا متشابهة إلى حد كبير، يعني إحنا الاتنين ملامحنا شبه بعض، يبقى أكيد هتطلع أختنا شبهنا إحنا كمان. تعالوا مع بعض كده نشوف تدريبات القصة بتاعتنا ونشوف إيه هي كلمة ومعناها من خلال سياق الجملة. بس أول سؤال عندي بيقول لي ارسم وجهك ووجه أحد أفراد أسرتك وتبادل مع زملائك الشيء المشترك بينك وبينه. هنا هرسم مثلا شكلي أنا وبابا، مثلا هرسم هنا الصورتين وأشوف إيه الملامح المشتركة بيني وبين بابايا، يعني ممكن يكون وشي مدور زي بابايا، ممكن تكون أنفي صغيرة زي بابايا أو زي مامتي. أرسم الصورة أو الشكل اللي أنا عايزاه ليا شبهي، يكون شبهي، وأرسم حد من أفراد عيلتي حسب تخيلي ليه، بس بشرط إن يكون في ملامح مشتركة بينا. نشاط رقم واحد بيقول لي صل كل كلمة بمعناها. يبكي المولود كثيرا، يعني ايه المولود اللي باللون الأحمر؟ المولود اللي هو مين؟ الطفل الصغير. يتمنى أخي أن يصبح طبيبا. يتمنى يعني ايه يتمنى؟ برافو، يعني يريد. يتمنى يعني يريد. كثيفا يعني كثيرا، معنى كثيفا يعني ايه؟ كثيرا. بشرة يعني ايه؟ يعني جلد، اللي هو الجلد بتاعنا دي اسمها بشرة، بشرة يعني جلد. تمنت أمنية أن يكون لها إيه؟ أسود ولا أخت ولا جدتها ولا سمراء؟ تمنت أن يكون لها أخت. تخيلت أمنية أختها بشعر لونه إيه؟ ها؟ أسود، برافو عليكم. وبشرة لونها إيه؟ سمراء. ووجها مستديرا مثل مين؟ جدتها. في يوم العيد نقط فرح أن تشتري دمية جديدة. في يوم العيد تمنت فرح أن تشتري دمية جديدة، فاصطحبتها أمها إلى المتجر لشرائها. اختارت فرح دمية تشبه، دمية تشبه مين؟ المولود الصغير. لقد اختارتها ذات بشرة قمحية وشعر بني كثيف. يبقى هنا كل صفة من صفات الإنسان ليها طريقة وصف معينة، يعني الوجه ممكن يكون إيه؟ مستدير أو مستطيل، تمام؟ البشرة بتاعتها ممكن تكون إيه؟ بيضاء أو سمراء أو قمحية. شعر الإنسان بيكون يا إما خفيف يا إما كثيف. يبقى لما أقول لك أوصف لي شكلك ممكن تقول أنا بشرتي قمحية، عيناه العينين بتاعتي لونها ايه؟ عيناني لونها ايه؟ العينين بتاعتي، ها، عينيا مثلا ممكن لونهم ايه؟ بني. شعري كثيف، تمام؟ يبقى ده وصف لشكل. طيب هنا لما يقول لي وجه مستدير، بشرة قمحية، شعر اسود كثيف، مين بقى؟ مين اللي عنده وجه مستدير وبشرته قمحية وشعره اسود وكثيف من الصور الثلاثه اللي قدامنا؟ ها، مريم مالها بقى؟ مريم وجهها مستدير؟ لا طبعا، مريم لون بشرتها ايه؟ لون بشرتها ابيض وعينيها لونها ايه؟ اخضر. يبقى وشعرها لونه ايه؟ بني. يبقى وجه دائري وعينين خضروان وبشره بيضاء وشعر بني. يبقى هوصل كلمه مريم بالصور بالبوكس الاخير اللي فيه الجمله اللي بتعبر عنها. طيب تاني صورة، وجه مستدير وبشرته قمحية وشعر اسود وكثيف، ده مين؟ ده مروان. يبقى انا عندي مريم وجهها دائري وعينيها لونها اخضر خضروان وبشرة بيضاء وشعر بني. مروان وجهه مستدير، بشرته قمحية يعني مش لونها ابيض، لونها قمحي، وشعره اسود وكثيف. فاطمة بقى مالها؟ وجهها ماله الوجه بتاعها؟ بيضاوي بالشكل اللي قدامنا ده، بشرتها قمحية، هي مش بيضة في لون مريم، هي بشرتها قمحية وشعرها أصفر والعينين بتاعتها إيه؟ سوداوان، يعني لونهم أسود. تعالوا مع بعض كده نشوف تدريبات عن القصة بتاعتنا ونتذكر مع بعض بعض الأساليب والتركيب بتاعتنا علشان نفضل دايما فاكرين حل التدريبات بتاعتنا بيكون إزاي. فاجأتني أمي بخبر سعيد، إننا ننتظر مولودا جديدا يا أمنية. سعدت كثيرا وجلست أتخيل، هل سيكون لي أخ أم أخت؟ تمنيت أن يكون لي أخت،
تلعب معي. بدأت أتخيل شكل أختي وأرسمه. عايزة اسم من الفقرة بتاعتي، علامات الاسم ألف ولام تاء مربوطة تنوين ياء ملكية. أي كلمة يكون فيها ألف ولام هي اسم، أي كلمة يكون فيها تاء مربوطة هي اسم، أي كلمة يكون فيها تنوين فتح أو ضم أو كسر هي اسم، أي كلمة يتصل بها ياء ملكية هي اسم. يعني مثلا كلمة أمي هي اسم، كلمة سعيد هي اسم. طب دي لا فيها ألف ولام ولا ت مربوطة، أعرف إزاي إنها اسم؟ أدخلها المعمل وأضيف لها إيه؟ ألف ولام وأنطقها. السعيد نفعت؟ آه، يبقى الكلمة دي اسم. لو طلب مني اسم، عندي كلمة أمنية اسم، لأن أمنية هي اسم إنسان، أخ اسم، وأخت كمان إيه؟ اسم. عايز فعل من القطعة بتاعتي، عندي كلمة ننتظر وكلمة جلست، جلست، وعندي كلمة أتخيل كمان وكلمة تلعب. كل دي أسماء، كل دي أفعال. طيب عايز مني حرف، حدد لي نوع الحرف. لا، يعني يا جر يا عطف يا إيه، جر متصل يا جر منفصل يا حرف عطف. طيب عندي الواو وعندي الفاء. فاجأتني أمي، لا فاجأتني أمي، و دول حروف عطف. علامة ترقيم، عندي علامة استفهام، نقطتان ونقطة إيه في آخر الجملة. عايز مد بالألف، عندي كلمة فاجأتني، ويا إيه كمان ممكن يكون في مد بالألف؟ ها، في حاجة تانية ممكن يكون فيها مد بالألف؟ لا، يبقى أنا عندي الكلمتين اللي قدامي، كلمة فاجأتني وكلمة يا. طيب عايز مد بالياء، عندي كلمة كثيرا، جديدا، سعيدا. تمام. عايزة سؤال، يعني بيبتدي بأداة استفهام وبينتهي بعلامة استفهام. ايه هنا من القطعة بتاعتي اللي قدامي فيها علامة استفهام وأداة استفهام؟ هل سيكون لي أخ أم أخت؟ ادي سؤال بدأ بأداة استفهام وانتهى بعلامة استفهام. عايزة تنوين وتقول لي نوعه، عندي كلمة أخ ونوعه تنوين بالإيه؟ بالضم. ياء ملكية موجودة في كلمة إيه؟ شاطرين، أمي وأختي، موجود فيها إيه؟ ياء ملكية. كلمة مفرد، عندي كلمة شكل وكلمة أخ وكلمة أخت. نيجي بقى للسؤال المقالي اللي بيبقى فيه سؤال حول فهمي للقطعة بتاعتي أو للفقرة بتاعتي. ما الخبر السعيد الذي قالته الأم؟ إيه الخبر اللي قالت له الأم اللي لبنتها؟ قالت أن إننا ننتظر مولودا جديدا. قالت لها إحنا مستنيين إيه؟ مولود جديد. صف كل صورة بالوصف المناسب لها، زي ما شفنا دي مريم وده مروان ودي فاطمة. وصفنا مريم إن هي إيه؟ يلا، وجه دائري، عينان خضروان، وشعر بني. برافو. طيب وده مين؟ ده مروان. هنوصفه نقول ايه؟ وجه مستدير، بشرته قمحية، وشعر اسود وكثيف. فاطمة بقى، وجه بيضاوي، بشرة قمحية، شعر اصفر، وعينان سودوان، يعني لونها اسود. بيقول لي اختار معنى الكلمة التي تحتها خط. احافظ على بشرتي، معنى بشرتي ايه؟ جلدي. يتمنى أخي الفوز بالكأس. يتمنى يعني إيه؟ يتمنى يريد. زرت غابة بها أشجار كثيفة، معنى كثيفة معناها إيه؟ كثيرة. أحب اللعب مع المولود، المولود اللي هو بيبقى مين؟ الطفل الصغير. مع بعض بقى هنشرح درس جديد النهاردة، هو درس المفرد والمثنى والجمع. المفرد زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة، هو ما دل على شيء واحد بس، سواء الشيء ده كان مذكر أو مؤنث، يعني ولد، بنت، باب، كتاب، قلم، بيدل على شيء واحد بس. يبقى المفرد هو ما دل على شيء واحد بس، سواء الشيء ده كان حاجة عاقل أو غير عاقل، يعني كتاب ده عاقل لا غير عاقل بس هو بيدل على مفرد، قلم ده عاقل لا غير عاقل بس هو بيدل على ايه؟ على مفرد. بنت عاقل، ايوه عاقل، وبتدل على ايه؟ على مفرد. يبقى المفرد هو ما دل على شيء واحد فقط. طيب المثنى،
المثنى هو ما دل على اثنين او اثنتين، يعني حاجة حاجتين اتنين مع بعض. ايه هما بقى الحاجتين دول؟ بيكون اما مهندسان، عينان، سيارتان. يبقى المثنى ده بيكون حاجتين مذكر او اثنتين حاجتين مؤنث. اتنين يعني حاجتين اتنين، مثنى يعني اتنين. طيب الجمع، الجمع هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين، يعني لازم يكونوا اكثر من اتنين، زي ما احنا شايفين في الصورة بتاعتنا كده، تلت اشجار هنا، يبقوا ايه، مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ يبقوا جمع. طالما اكثر من اتنين يبقوا جمع. يبقى المفرد هو ما دل على شيء واحد فقط مذكر او مؤنث، المثنى هو ما دل على اثنين او اثنتين، يعني مثنى مذكر او مثنى مؤنث. الجمع هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين، يعني اكثر من حاجتين بيكون جمع، سواء جمع مذكر او بيكون جمع زي جمع مؤنث. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف التدريب ده، نشوف اول صورة هنا بتدل على المفرد ولا على الجمع؟ شاطرين، بتدل على المفرد. طب المفرد ده، الصورة دي بتدل على ايه؟ على الجمع. شاطرين. طيب الصورة الثالثة دي بتدل على مفرد ولا على جمع ولا على مثنى؟ بتدل على مفرد. برافو. طيب الصورة دي صورة واحد ولا صورة اتنين؟ في اتنين. اتنين دي يعني ايه؟ يعني مثنى. اتنين يعني ايه؟ مثنى. شوف صورة كمان، شوف الصورة دي فيها اتنين ولا اكتر من اتنين؟ عدهم بقى كده، واحد اتنين تلاتة، يبقوا اكتر من اتنين، يبقى دول ايه؟ جمع. شاطرين. الصورة دي فيها واحد ولا اتنين؟ فيها واحد اتنين تلاتة، يبقى مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ طبعا جمع، طالما اكتر من اتنين يبقوا جمع. طيب الصورة دي عدوا كده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، كتير، يعني ايه؟ شاطرين، يعني جمع. الصورة دي فيها كام واحد؟ واحد اتنين، يعني بتدل على ايه؟ على مثنى. مثنى دي يعني ايه؟ اتنين، اهم اتنين قدامي. طيب الصورة دي بتدل على ايه؟ على مفرد، واحد لوحده بس بتدل على مفرد. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف النشاط اللي بعد كده، حاول مع بعض نحل النشاط ده ونشوف النشاط بتاعنا طالب مننا ايه. بيقول لي اكمل الجدول كما في المثال. جايب لي جدول كاتب لي فيه المفرد والمثنى والجمع. المفرد كلمة، هي مفرد، حولها لي لمثنى وبعدين عملها لي ايه؟ جمع. طيب لما يقول لي كلمة أرنب، أنا عايز أخليها مثنى، هعملها ازاي مثنى بقى إن شاء الله يا ميس؟ هقول لك أنا هتعملها مثنى ازاي. هتزود ألف ونون على الكلمة بس، وتنطق الكلمة، وتتأكد إن الألف والنون اللي أنت زودتهم دول مش أصليين في الكلمة. يعني إيه؟ كلمة أرنب قدامك آخرها ألف ونون؟ لا، مش آخرها ألف ونون. طب انطقها كده بزيادة ألف ونون، أرنا بان، يبقى ده المثنى بتاعها، ضفت لها إيه؟ ألف ونون. يبقى المثنى هضيف ألف ونون للكلمة، تمام؟ طيب عايز أخلي كلمة أرنب دي جمع، هتبقى إيه؟ أرانب، تمام؟ طيب كرة هتبقى ايه؟ كرة تان. برافو عليكم. طب ليه هنا التاء المربوطة؟ ازاي حولتها لتاء مفتوحة؟ هي كده، لما التاء المربوطة بتتصل بحرف في اخر الكلمة، سواء هحولها بقى لمثنى او لجمع، بنعمل ايه؟ بنفتح التاء نخليها تاء مفتوحة. اتفقنا؟ كرة تان، وجمعها كور او كرات. بقرة جمعها بقرة تان، وجمعها بقر. موزة جمعها ايه؟ مثنى بتاعها ايه؟ موزة تان، والجمع بتاعها موز. تفاحة المثنى بتاعها ايه؟ تفاحة تان. شايفين حولت التاء المربوطة لتاء مفتوح وضفت ألف وإيه؟ ألف ونون. تفاحة تان، الجمع بتاعها تفاح. قميص جمعها ايه؟ قميصان، والجمع بتاعها قصدي المثنى بتاعها قميصان. طب والجمع بتاعها؟ ها، قمصان، قمصان. برافو عليكم. طيب هنا ملحوظة صغنونة، إذا كانت الكلمة تنتهي بتاء مربوطة تحول إلى تاء مفتوحة عند تحويلها لإيه؟ للمثنى. يبقى ما ألاقي تاء مربوطة
وانا عايزه احول الكلمه للمثنى احولها لتاء ايه يا شاطرين؟ تاء مفتوحه. طب تعالوا كمان نضيف لمعلوماتنا اكتر ونحل النشاط ده مع بعض، المفرد والمثنى والجمع. جايب لي كلمات كتيره فوق اهي وعايزني احط كل كلمه في مكانها الصح. اول كلمه هناخدهم بالترتيب، انطق الكلمه كويس واسال نفسي الكلمه دي مثنى ولا مفرد ولا جمع. سمكه تن، سمكه، ها مفرد ولا جمع؟ مفرد، اشطب عليها ان انا اخترتها. بقره تن، بقره واحده، يبقى ايه؟ مفرد. قطتان، اخرها ايه يا شاطرين؟ الف ونون. طيب اخبي كده الالف والنون وانطق الكلمه قطه، يبقى الالف ونون دي مش زياده عن الكلمه، يبقى الالف ونون دي زياده عن الكلمه مش اصليه في الكلمه، قطتان. طيب ارانب، ها جمع ولا مفرد ولا مثنى؟ برافو عليك وجمع، يبقى ارانب جمع. كلمه قلم، قلم مفرد، شاطرين. كلمه موزه تان، هعمل لها الاختبار، اخبي الالف والنون وانطق الكلمه، بقت كلمه ايه؟ موزه. طيب كلمه موزه دي التاء هنا، الالف والنون دي اصليه ولا زياده؟ زياده، يبقى دي الف ونون بتاعت المثنى، يبقى الكلمه دي مثنى، هتبقى موزتان، واشطب عليها. الكلمه اللي بعدها علمان، اخبي الالف والنون وانطق الكلمه، علم. اتغير معنى الكلمه؟ لا، يبقى الالف والنون دي زياده في عن الكلمه. طيب علمان بتدل على المفرد ولا على المثنى ولا على الجمع؟ على المثنى. طبيبان، هعمل ايه؟ هخبي الالف والنون وانطق الكلمه، طبيب، بتغير معنى الكلمه؟ لا، يبقى الالف والنون دي زياده، يبقى الالف والنون دي زياده بتاعه المثنى، طبيبان، هكتبها واشطب عليها من فوق. سلم، كلمه سلم، ها مفرد ولا جمع؟ مفرد، بتدل على حاجه واحده، واشطب عليها ان انا اخترتها عشان ما اختارهاش مره تانيه. كتاب مفرد، كراسة مفرد، أقلام جمع، أقلام بتدل على المفرد ولا على المثنى ولا على الجمع؟ الجمع. جبال بتدل على الجمع. أبراج بتدل على إيه؟ على الجمع. وآخر كلمة، كلمة فستان بتدل على المفرد. ليه بقى؟ خبي كده الألف والنون، بص بقى التركة اللي هنا، خبي الألف والنون، فست، بتغير معنى الكلمة، يبقى الألف والنون هنا إيه؟ أصلية في الكلمة. شفت بقى أنا قلت لك لازم نعمل الاختبار ونخبي الألف والنون ليه؟ علشان التركات اللي زي دي، عشان كلمة فستان لما أخبي الألف والنون مش كل كلمة فيها ألف ونون تبقى مثنى، لازم أعمل الاختبار، أخبي الألف والنون وأنطق الكلمة، لو معناها المعنى بتاعها ما اتغيرش يبقى الألف والنون دي إيه؟ زيادة. طب لو المعنى بتاعها اتغير يبقى الالف والنون دي اصليه، ما تبقاش الف ونون بتاعه المثنى. كلمه فستان بتدل على مفرد ولا على مثنى ولا على جمع؟ على مفرد، يبقى الالف والنون هنا ايه؟ مالهم بقى؟ ها زياده عن الايه؟ اصليين في الكلمه مش زياده عن الكلمه. اذكر نوع اللام وحللها الى مقاطع صوتيه. هنا جايب لي تدريب جديد بيعرفني ايه عن اللام الشمسيه واللام القمريه، علشان ايه؟ اشغل دماغي بقى وافتكر اللام الشمسيه واللام القمريه ما انساهاش. السماء، كلمه السماء، نوع اللام هنا ايه؟ هبص على الحرف اللي ايه اللي بعد الالف واللام، موجود في جمله جحا غبي؟ لا مش موجود، يبقى اللام دي لام شمسيه. طب ما هو باجي اقطعها، بقطعها ازاي؟ بفك الشده اللي عند السين تبقى حرفين، يبقى الالف واللام والسين الاولانيه مع بعض، وبعدين اقطع الكلمه حسب التشكيل اللي عليها، اس ماء، يبقى الالف واللام والسين مع بعض والسين التانيه لوحدها والميم مع الف المد والهمزه لوحدها. الارض، الالف هنا بتاعت اللام، الالف اهي هي دي اللي ببص عليها مش الراء، الالف دي موجوده في جمله جحا غبي؟ موجوده، يبقى دي لام ايه؟ قمريه، تمام. طب اقطعها ازاي؟ الارض، يبقى الالف واللام مع بعض، الف والراء مع بعض عشان الراء هنا عندها سكون والضاد لوحدها. الشتاء نفس الطريقه، الشين لام شمسيه، واقطعها الالف واللام والشين مع بعض، الشين الثانيه لوحدها والته مع الف المد والهمزه على السطر. الصاروخ،
لام ايه؟ لام شمسية، عشان الصاد مش موجودة في حروف جملة جحا غبي، تبقى لام شمسية. وقطعها الصاروخ، الألف واللام والصاد الأولانيين مع بعض، الصاد التانية مع ألف المد، الراء وواو المد مع بعض، والخاء لوحدها. القمر، لام ايه؟ لام قمرية. هقطعها ازاي؟ القمرو، الألف واللام مع بعض، القاف لوحدها والميم لوحدها والراء لوحدها. الهواء، الهاء موجودة في جملة جحا غبي، يبقى دي لام قمرية، وقطعها ألف واللام القمرية دايما مع بعض لوحدهم، بعدين بقية الحروف بتقطع حسب التشكيل اللي عليها. الها يبقى الها لوحدها، مفيش بعديها ساكن، يبقى تقف لوحدها. و يبقى الواو مع ألف المد، عشان الألف بتدي الواو ايه؟ فتحة، والهمزة لوحدها. الكتاب، لام ايه؟ قمرية، عشان حرف الكاف في حروف جملة جحا غبي، وقطعها الكتاب. السمكة، السين لام شمسية، وبعدين اقطعها السمكة، تو ألف ولام والسين مع بعض، السين التانية لوحدها، والميم لوحدها، والكاف لوحدها، والتاء المربوطة لوحدها. النافذة، النون، ها برافو عليك، ولام شمسية عشان مش موجودة في جملة جحا غبي. وبعدين أقطع الكلمة، الألف واللام والنون مع بعض، نون مع ألف المد، فاء لوحدها، دال لوحدها، والتاء المربوطة إيه؟ لوحدها. وكده درسنا النهاردة يكون خلص، أتمنى إن يكون الدرس نال إعجابكم، أشوفكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية، إلى اللقاء.